يقوم الدم بنقل أكثر من 4000 مادة سامة من رئة المدخن إلى جميع خلايا الجسم، بداية بخلايا الدماغ، مرورا بخلايا الجلد والأعضاء الداخلية والأعضاء التناسلية وغيرها. لذلك فالتدخين هو السبب الأول في أمراض السرطان، وهو السبب الذي يؤدي إلى وفاة أكثر من 6 ملايين شخص سنويا حول العالم، والعدد بزيادة.